من جانبه قال مدير مستشفى وادي النيل حازم خميس إن المستشفى يشارك في إجراء الجراحات العاجلة والنادرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار. مستشفى وادي النيل بتشارك وزارة الصحة في تفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية في قوائم انتظار الجراحات العاجلة والنادرة والخطيرة لمرضى الدولة. فإحنا من هنا بنعلن أن مستشفى وادي النيل يعني بتقدم كل الدعم لمبادرة سيادة الرئيس ولقرار معالي وزير الصحة. وإحنا النهاردة بدأنا في استقبال أول مجموعة من حالات العلاج اللي في قوائم الانتظار في جراحة القلب وقسطرة القلب والقرنية والقوقعة بتاعت عدم السمع يعني.